الأخبار في دقيقة، أهلا بكم. الحريري يقول إنه سيعود إلى لبنان قريبا جدا لتقديم استقالته دستوريا، ويؤكد أنه كتب بيان استقالته بيده وأنه حر في السعودية. زلزال بقوة 7 درجات وثلاثة أعشار الدرجة يضرب محافظة السليمانية شمالي العراق. المملكة العربية السعودية تدعو إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث الانتهاكات الإيرانية في الدول العربية. الصليب الأحمر الدولي يعلن دخول قافلة محملة بمواد إغاثية إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق. شركة أبل تلتزم الصمت حيال ظهور خط أخضر في الجانب الأيمن على شاشة آيفون إكس بمشاركة واسعة. تستمر فعاليات معرض دبي للطيران في دورته 16، وتوقعات باستقطاب أكثر من 70,000 زائر هذه السنة.